من تونس ينضم إلي مراسل الغد ياسر دبابش. ياسر، تفاصيل أكثر عن هذا البيان وردود الفعل السياسية عليه. نعم الزميلة هبة، بالفعل هناك 6 أحزاب تونسية أعربت في بيان لها عن رفضها المطلق لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا، وعنونت البيان بأنه لا داعي لتوريط تونس. ربما هذه هي ليست ردة الفعل الأولى من أحزاب يسارية وقومية تونسية أو أحزاب معارضة، ولكن ربما هي الثانية أو الثالثة بعد أشهر قليلة من زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس ولقائه الرئيس قيس سعيد. طبعا هذه الزيارة ما بعدها وما قبلها أيضا كانت قد أثارت الجدل الواسع في صفوف الأوساط السياسية التونسية وحتى الشعبية. هنا الحديث عن الوقوف بنفس يعني النظرة إلى جميع الأطراف والفرقاء السياسيين الليبيين، وموقف واضح من مؤسسة الرئاسة التونسية اتجاه يعني التدخل التركي في الأراضي الليبية. طبعا هنا كل هذه الأحاديث يعني تم الحديث عنها وأيضا الجدال فيها بعد أن حطت طائرة تركية في مطار جربة جرجيس الدولي، وكان هناك تضارب في الأنباء ما بين وسائل الإعلام التركية من جهة وأيضا مؤسسة الرئاسة التونسية من جهة، التي أصدرت بيانا وقالت بأن هذه الطائرة محملة بمساعدات طبية إلى ليبيا سيتم توجيهها إلى الأراضي الليبية عبر المتابعة من قبل الأطقم التونسية المختصة، بينما وكالات أنباء تابعة لتركيا قالت بأنها طائرة مساعدات موجهة إلى تونس وليبيا، وهذا ما فتح إنجاز التعبير أبواب ونوافذ التشكيك في صفوف الساسة التونسيين وحتى الرأي العام التونسي. الجميع هنا يتحدث على ضرورة التوضيح من مؤسسة الرئاسة، لا سيما بعلاقة الرئاسة التونسية بالرئاسة التركية، وأيضا بشأن النظرة التركية ونظرة الرئيس أردوغان إلى الملف الليبي، وهو معروف عليه بأنه أرسل المرتزقة والمقاتلين إلى الأراضي الليبية. وهنا كان الاتهام من قبل أحزاب سياسية تونسية معارضة بأنه يحاول إضرام وإشعال النيران في الوضع الليبي المتأزم أصلا. شكرا جزيلا لك ياسر دبابش مراسل الغد من تونس.